Hı-hı. Sağ olsun, söyleyecek bir şey yok. Setler devam edecek konuşuluyor. Sizin setiniz başladı mı? Ne zaman başlayacak, bir bilgi var mı? Bizim başladı, başladık şimdi. Hı-hı. Devam ediyoruz 2-3 gün. فيديو جديد على قناة أخبار المشاهير والدراما التركية. فيديو النهاردة هيكون عن آخر أخبار مسلسل طائر الرفراف. بسبب الزلزال تم حذف بعض المشاهد من مسلسل طائر الرفراف احتراما لمشاعر ضحايا الزلزال، حيث تم تداول الأخبار في العديد من الصحف والمواقع التركية أنه تم حذف بعض المشاهد من الحلقة القادمة من مسلسل طائر الرفراف، وهي الحلقة 21 والتي كان سوف يتم عرضها تزامنا مع عيد الحب، وكانت الحلقة سوف تشهد العديد من المشاهد الرومانسية بين أبطال المسلسل، وهذا ما جعل القائمين على المسلسل من حذف بعض المشاهد مراعاة لمشاعر الضحايا ومشاعر الحزن التي تسود البلاد. كما إن الحلقة تحتوي على بعض المشاهد التي تم تصويرها في مدينة غازعنتاب، وهي إحدى المدن التي ضربها الزلزال. ذكر بطل المسلسل طائر الرفراف النجم ميرت رمضان ديمير في آخر ظهور له برفقة مديرة أعماله، صرح للصحفيين عن عودة فريق عمل مسلسل طائر الرفراف للتصوير منذ يومين. Setler devam edecek konuşuluyor. Sizin setiniz başladı mı? Ne zaman başlayacak, bir bilgi var mı? Bizim başladı. Başladık şimdi. Devam ediyoruz 2-3 gündür. Teşekkür ederiz. Öyle, eyvallah. İyi akşamlar. الرفراف، وهي الحلقة 21 يوم الجمعة 24 فبراير المقبل. وهذا ما قالته الصحفية بيرسين، حيث قالت إذا لم يحدث أي تغيير سوف يتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل طائر الرفراف يوم الجمعة المقبل. كما تم الإعلان بشكل رسمي عن انضمام شخصيات جديدة إلى المسلسل، حيث تم الإعلان عن انضمام الممثلة جينان والممثل أوغور ديمير. هناك تسريبات تم نشرها في العديد من المواقع التركية عن أحداث الحلقة القادمة. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierced